أنا مواطن لبناني، جيت على الدوحة على دولة قطر من 19 سنة، وعملت في مجال الوساطة العقارية، وصلي تقريبا بالتعامل بهذا المجال 19 سنة على قد من يوم اللي جيت فيه على قطر. ابتدينا بال 2004 2005 بمجال الوساطه، واستمرينا وتطورنا مع الوقت. وانت تعرف مجال العقارات كل سنه بيتطور عن سنه، والايفنتات اللي اخذتها قطر من مونديال والايجين جيمز والامور كلياتها ساعدت بالتطوير بشكل سريع. وكنا نحن بهذا الوقت موجودين بالتسويق ومع الشركات الكبيره اللي هي مطوره نتعاون معها ونقدر نقدم لها العروض اللي هي تعطيها للناس. وكان المجال يعني كتير ناجح والحمد لله. تأسست الشركة بال 2001. الخدمات اللي بتقدمها هي مجال التسويق. كنا من أول الطريق بمجال التسويق نسوق العقارات اللي تجينا من الملاك من الشركات المطورة، وكنا ناجحين بهذا الموضوع. وصلنا لمرحلة صرنا نحن نطور ناخد البناء القديم نصينه نعمل له صيانات نرجع نعرضه مرة تانية نجمل المبنى بهذه الطريقة. وكنا الحمد لله كنا ناجحين بهذا الموضوع، والحمد لله يعني لقينا نجاح لقينا نجاح فيه. بعدنا لهلا في هذا المجال. العمارات اللي عمرها 15 سنه وما وراء دائما كنا نحط عيننا عليها، كنا نصيبها وناخذها ونعملها صيانه بطريقه مرتبه ونرجع نعرضها مره ثانيه للبيع. هذا كان المجال لحد اللي هو التسويق. ميزت بالثقة والأمانة. أنت كل ما بتتعامل مع الناس بأمانة كل ما أنت بتكسبهم. هيدا كان الهدف والتعامل مع الناس، وخاصة مع الشعب القطري طيب كتير جدا. طول ما حس معك بالأمان وبالثقة هو بيتعامل معك، ما بيحب إلا شغل المظبوط. طول ما أنت بتشتغل مظبوط أنت عم تستفاد وعم بتفيد بنفس الوقت، ما فيك تضر انت الشخص اللي عم تشتغل معه. هذا اللي كان الاستمراريه معه مع المستثمر. المستثمر كل ما كان عم يشوفك انت عم بتنجحه وعم تربحه وانت عم تربح بنفس الوقت كل ما كان عم يتعامل معك. ان شاء الله هلا بلشنا بالبناء، تطوير البناء داخل الدوحه ان شاء الله باذن الله تعالى. هلا اخذنا مشروعين جديد عم نبلش نبني فيهم باذن الله تعالى. يعني دائما نحن مع التطوير، اي شيء بنحسه فيه تطوير لصالح البلد ولصالحنا نحن معه. صعيد الشخصي من اي ناس، الناحيه العائليه ولا الناحيه العائليه؟ الله يرحمها الوالده، كانت دائما حده، بيرجع الفضل لها الله يرحمها. ومن بعدها زوجتي اللي هي وقفت حدي من اول مسيرتي لما كنا اول ما بادئين بدينا سوا. والانسان بيكمل حياته اكيد مع شريكه حياته بكل شيء، بالعمل بالحياه العائليه باي شيء، والحمد لله رب العالمين. وهذا بيرجع الفضل لرب العالمين بكل نجاحاتنا. بالبداية الله يطول بعمر سمو الأمير الوالد الشيخ حمد، ويطول بعمر سمو الأمير الشيخ تميم، موفرين الأمن والأمان
والمساعدة لأي كان، ما بيميزوا بين أي شخص وشخص أو جنسية وجنسية، بيعاملوا العالم كلياتها مثل بعضها، البشر كلياتها نفس التعامل، وهذا الشيء اللي عم بينجح الاستثمار بالدوحة بدولة قطر. حتى اليوم اللي بيجي بيقول لك انه مثلا في عندنا أزمة اقتصادية بالعالم، أزمة ما في اقتصادية، شغل الحمد لله فيه، والوضع كتير منيح بدولة قطر. يعني إذا بدنا نرجع نحن نقارن بين المعيشة بين دولة قطر والمعيشة بأي دولة بالعالم، بتلاقي الفرق كتير من الأمن والأمان وعدد الجريمة. الحمد لله أنت ما عندك عدد جريمة، شيء بسيط لا يعد ولا يحصى، هذا لا يذكر أبدا أبدا. هذا شيء مفيد للاستثمار، وكثير من الناس عم تيجي بتنقل تستثمر فلوسها بالدوحة. يعني نحن عنا عملاء عم بيبيعوا برا ويجوا يشتروا هون، مستثمرين قطريين كانوا يشتروا برا، هلا صاروا عم بيبيعوا برا ويشتروا هون. هلا إيه؟ اكيد، لانه اليوم انت عندك انفستمنت عم يعطيك العائد العقاري عم يعطيك 8% و9%، ما في. خلينا نشوف باي دوله بيعطي هل المردود ما بيعطي. هذا الشيء بفضل الامن والامان، وبيرجع للقياده الحكيمه بدوله قطر، لسمو الامير الوالد وسمو الامير الشيخ تميم بن حمد. وانا يعني نحن نتشكر دوله قطر حافظتنا بدولتها وعايشين برفاهيه وبامان، هذا يعني ما بنلاقيه ببلدنا نحكي الصراحه.